أنا لست مع هذه القيادات التي فشلت. قيادات فشلت مرتين، فشلت كثوار وفشلت في السياسة. انتبهوا شو اللي بحكي. أبو عمار وربعه ادعوا إنهم هم طالعين ثوار لقبل للسبعة وستين. بعد السبعة وستين لما اكتشفوا إنه ثلاث دول عربية هزموا بست أيام، عرفوا إنه ما بقدروش يحرروا فلسطين، تحولوا لسياسيين. هذه اللي ما بيعرفوها الناس، أنا اللي بعرف. أبو عمار بعد السبعة وستين كان سياسيا، لم يكن قائد ثورة، وكل اللي معه كان قائد سياسي نجح بالسياسة. نجح، أعطيكم كيف صار نجاحه، عندما لا يفك الارتباط لأبو عمار، هي نجاح سياسي لأبو عمار، بس ما عرف يستخدم النجاح السياسي حتى. وين وصلوا؟ وصلوا لأوسلو، راح اعترف بإسرائيل مقابل تعترف إسرائيل بمنظمة التحرير، ولكن المنظمة منظمة اسمها أورجانيزيشن. أنا لا أقبل على نفسي أني أنصح ناس فاشلين، ما فيش فايدة، ما في فايدة، خربانين. وبعدين تحولوا إلى مكاسب معينة عملتها السلطة الفلسطينية لحالها، اللي فتح صاروا كوربوريشن، ناس بدهم مصاري وبيحرصوا على الفلوس وياخذوا رواتبهم كل عن كل فلسطين، مدام هو قاعد هو بحاكم. ها شو كيف بدي انصحه هذا؟ انا بعرف انه مريض خالص، لا فايزر بتزبط معاه ولا الصيني بزبط معاه، خربان، ما بتقدر تنصحه. انا شخصيا لا نصيحة لي هؤلاء الا تغييره. انا بنصح الشعب الفلسطيني يعمل على التغيير. الشعب الفلسطيني بحاجة الى قيادة جديدة مستفيدة من كل أخطاء الماضي، هذا الوسخ اللي وصلنا إلى ما وصلنا إليه.